تاعي، داري وصغاري وحومتي وولايتي ودولتي والتوانسه الكل تسمعهم وكذا. الكلمه الوحيده اللي نسمع فيها عندي 6 سنين مشيت البلاد، مشيت البلاد، نفس الجمله مشيت البلاد. وهو في الحقيقه الكل متعاود نفس الكلمه هذه في علم النفس، يعني تتبنى العمليه انت، انت مشيت في البلاد. دونك انا حابين نغيره لانه عندنا اعتقاد راسخ، ولهنا نشكر راديو اي اف ام، عندنا اعتقاد راسخ انه احنا نجم نغيره. الكلام ينجم يغير، الراديو ينجم يغير، وسيله اعلاميه ميكرو ينجم يغير. لديك الكلمه صديقي اليوم، اعرف اش تخرج من فمك. لو كان السياسيين اليوم فهمني ولا ما يعرفوش اش يخرجوا من فمهم، او بالاحرى يعرفوا اش قاعدين يعملوا، فهمني. احنا اليوم خويا ما بقالنا كان رواحنا وذواتنا. هاتي الحركه انسانيه ما عندها حتى غايه نفعيه، فهمني ولا معناتها ما انا ما عندي حتى مصلحه من وراء هاتي الغايه. المصلحه الوحيده انه خويا نهار اخر ولدي ادم يرفع راسه يقول بابا هذا الموروث اللي خلاه لي، الجريه هذه اللي باش تدوم سنين وسنين ومدى الحياه، حي ولا ميت، نطلب طلب وحيد انه تعطيني وثيقه راديو اي اف ام وجمعيه مرام اني متطوع في هذا الحدث، فهمني ولا متطوع كوثيقه هذيك الشهاده اللي اعتز بها على الاخر. المساله الثانيه انه هذا الماراثون الحي تدخل فيه بعد، هذا الماراثون يدوم مدى الحياه، فهمني ولا السنا بالامكانيات المتاحه واحد. الجريه هذه من اجل الاطفال المرضى بالسرطان، انا ديما نقول لكونه هذا المرض يتراءى لنا في جميع الاماكن، في الاداره يتراءى لنا، في الشارع يتراءى لنا. مش نحكي على المرض الحقيقي، نحكي على الاورام الاخرى اللي قاعده تنخر فينا. انا بيدي عندي السرطان انواع اخرى ممكن اخطر برشا. اليوم كي قلت باش نجري لانه حبيت نتحدى، فهمني، اللي انا صدقا عمري ما فضت 800 متر جري في حياتي، صدقا صدقا. المساله تضحك لكن مرعبه، وبحاول الله باش نكملهم باش نكملهم. عندنا دي في واحد 1,240,000 دينار باش نجموا نبنيو نكملوا الامتداد هذا تاع السونتر، فهمني ولا، للاطفال هذوما اللي يشدوا احزمتكم في ماي. لو كان الحلم هذا يولي حقيقه، وباش يولي حقيقه، في ماي باش نعملوا اول عمليه زرع النخاع، النخاع ذاتي. ما نفهمش في الطب، ولكن هذه العمليه عمليه دقيقه جدا من الطب المتطور على الاخر، تستعمل في المانيا في فرنسا في الدول المتقدمه. السعوديه على مستوى الطب هذا هي الاولى في العالم العربي. الامكانيات المرصوده مهوله جدا، امكانيات كبيره برشا ترصدت للسعوديه. الثانيه هي الاردن حسب الدكتور بجاوي، هي الاردن امكانيات مهوله جدا وضخمه جدا باش يعالجوا المرض هذا. وتونس تجيب المرضى الثالثه، اسمعوا، من دون امكانيات. جينا الثالثين يا معلم، لا ماكينات لا امكانيات بديله حتى شيء، وجينا الثالثين ما نعرفش ناس، فهمتني؟ دونك بالنسبه لي انا نقول لو كان شدنا الامكانيات، فرنسا وبعض ما دام تنجم تاكد الاخبار ولا الدول العظمى المتقدمه الكل حسنوا في السبيطارات. تقول لي التعليم الاساسي هو اول حاجه، فهمني ولا، والرياضه والثقافه. سامحوني، الاول حاجه في البلاد هي الصحه، اول حاجه هي الصحه، ما تحكي لي شيء. لو كانت تطور الصحه في البلاد هذه، البلاد هذه كلها باش تتطور، لانه هو مريض ما ينجمش يفكر، ما ينجمش يحب، ما ينجمش يتطور. دونك اول حاجه هي الصحه. قلت لك المعلومه هي الان اللي ذكرتها لي مدام، يعني فرنسا قال لك يعني اقوى سونتر في فرنسا ما عملتوش فرنسا اللي هي دوله عظمى، عملوه المواطنين، عملوه الجمعيات، عملوه المجتمع المدني، عملوه الفنانين. يلزم العقلية تتبدل. اليوم ما ثماش فرق بين جعفر ولا لطفي العبدلي ولا شو اسمه، يعني الممثلين الكل اللي قاعدين يخدموا، اللي قاعد ما ثم حتى فرق. اليوم كنا لون واحد نجريو من اجل الاطفال هذوما. الفنانين الكل يلزم يكونوا موجودين في الواحد، مش خاطر انا معناتها جاتني الفكره وكذا نقعد انا راسي راس الجول. ماهوش ملكي الكونسيبت، ملكنا الكل، هو للبشر. مش المهم شكون اللي عمل وشكون اللي بدا، المهم باش نوصلوا الا لا. رياضيين سياسيين، دونك غدوه باش نجريو 7 و3 دقائق، وادعو الصحفيين الكل والاعلاميين اللي حاضرين الكل والمواطنين والبشر اللي حاضرين، جست دقيقتين باش نختم.
انه تبارطاجيو ليفينمون هذا، لانه نحب في نفس اللحظه وجدنا المبادرات من المواطنين في نفس اللحظه التوانسه الكل يجيو بارتو في العالم. ثم شكون من بنقدان ما نجمش ننسى الطفل اللي يعني مقعد قال لي خساره تمنيت نجي ونحضر ونجري معاكم، اما باش نجري معاكم 7 كيلومتر و150 كتبها لي و150 وبعينيا باش نجريهم بعينيا، لانه الجري كونسيبت عقليه مش الغايه انه نجري ونحن راهو، هو الغايه انه نتلموا بلاش الوان، لوننا هو البشر الانسان، كون اللي تحب صديقي ما تشدش عليه السلاح نرفضك واحاربك فهمني، كون اللي تحب اجاو نجريو. هذه الجريه باش تاسس العقليه اخرى ان شاء الله في البلاد فهمني. يعني مشكوره وزيره الشباب قالت نحب نجي نجري، وقلت لها وزيره الشباب عن طريق المستشاره بتاعها قلت لها سيدتي الكريمه مرحبا بك كمواطنه اجا اجري، هذا الحدث ما هو ملك حد، هذا الحدث هو ملك جمعيه مرام، ما هو ملك حد، لا الجعفر لا الاي اف ام لا السبورتاك لا الرانين كلوب تونس، ملك الاطفال المرضى بالسرطان فقط. اجا اجري كانسان كمواطن وزير مواطن عادي استاذ مرحبا بك، املنا كبير فهمني ولا في المستشارين، املنا كبير في الناس اللي فهمني ولا مبنيين بالبروجي هذا، واحنا متاكدين سننتصر. هذه الجمله اللي نشكر لكم سننتصر. نحب نشكر بعد اذنك صحابه فهمني ولا رانين كلوب تونس في دقيقه رانين كلوب تونس، هذوما المجموعه العجيبه الغريبه اللي بكل صراحه قداش ندمت اللي انا عندي سنين نعيش، لانه اللي علموني مش الجري، اللي علموني العقليه. نعطيكم مثال ولهذا متاكد اللي كونوا باش تخموا وتجريوا. جريت النهار الاول تعبت ما حبيتش نشلق، جريت النهار الثاني مريق، النهار الثالث وبدا الشيء يقوى، اخر جريه اللي هي ولت البارحين جابوا معاهم مجموعه وكان معاهم رجل تقريبا عمره 52 سنه. كنت نجري مع كوتش محمد العروسي وكوتش هايفا، ونشكر اسكندر ونشكر زياد ونشكر سهيل، سامحوني كان نسيت وقعد فهمني ولا نجري. بعد بعد علي الكوتش وقرب لي السيد هذا اللي عمره 52 سنه، شكون لكم اش قال لي؟ قال لي اسمعني وما تتكلمش. والله هذا شيء يدوخ. بديت نسمع وما تكلمش. قال لي تو انت تجري، قال لي تو في 2 كيلومتر ونص، قال لي ودي تجري تو باش يجيك واحد في وسطك باش يقول لك ركايبك يوجعوا طفيه. قال لي نعرف فورا. والله والله نتعلموا من الناس هذوما، كل شيء حبيب درس في الحياه، هذوما اللي عرفوا فينا في الحياه. تجي تعمل حاجه باش تعمل باش نعمل يا ودي باش تعمل، ما تنجمش ننجم باش يجيوكم هذوما تاع ركايب في الدنيا نحن موجود منهم برشا. والله بعد قال لي اسمعني تو باش يجيك واحد اخر يقول لك السفل ما عادش. قال لي هذا اخطر، قال لي هذا اخطر، اما هذه جبان. قل له مازال السفل. قال لي تجاوبوا. جاوبت وداخل قلت له معلم مازال السفل وانا اعلم ربي فهمني، مازال السفل حديت حسيت لي تكاو واحد ورا واحد واحد ورا واحد. من بعد طرش قال لي هنايا، قال لي الاخراني هو هذا، قال لي هذا باش يقول لك يا جعفر اسمع الجمله، الوزن نتاعك ثقيل وتنجم تطيح تموت. قال لي هذا قل له توكلت على ربي وسأنتصر. يوم من الايام وقت اللي دخل سبيطار الصغار تاع باب سعدون، الطب هما بيدهم مخبطين، قالوا لي لي لوتو غريف في بلادنا ما تجراش، واللي كان مرام باش تعيش لازمها تخرج لبرا، وراهي الدوله ما تعطيش بريز اون شارج باش تخرج لبرا. انا وبوها قررنا انه لوتو غريف هذه لازمها تولي تصير في بلادنا، وانه كيما مارام فما برشا صغار وخدين مستحقين عمليه زرع النخاع الذاتي اللي لليوم ما تجراش في البلاد هذايا. نحب نبشر الناس الكل ونقول لهم اليوم انه يوما ما قالوا لنا انه الماكينه نتاع السيتافيغاز والكوليك دي سيلول سوش اللي هي تعمل زرع النخاع الذاتي للاطفال ماهيش موجوده في تونس. دونك خديت عهد على نفسي انه بجمعيه نتاع مارام باش تكون اول ماكينه تدخل للبلاد هذايا للصغار اللي مرضى كيما مرام والا غير مرام. نحب نبشر الناس الكل اللي الماكينه هذايا جات واللي الفورنيسور جابها ميديكار سايي شريناها، باش تكون ليفريزون تاعها ان شاء الله
في ابريل اخر ابريل والا ديبيو ماي ان شاء الله، بالطبيعه بالتنسيق مع الطب والاطارات الطبيه اللي موجودين في معهد زرع النخاع في تونس، وبالتنسيق مع وزاره الصحه بالطبيعه. احنا البروجي هذايا تاع ليكستونسيون والرينوفاسيون تاع سونتر دو غريف اللي هو يمتد حوالي 1000 متر مربع، فيه اكثر من 12 بيت، فيه 3 سال دو سوان، يهز بين ال 34 و 37 فرش للصغار اللي عندهم السرطان وعندهم لي باثولوجي غاف. سي ان اوبيتال دو جور اللي باش تتحط فيه الماكينه هذيا اللي باش تكون للصغار نتاع تونس الكل اللي يشكيو من مرض السرطان وعده امراض اخرى تنجم اليوم تهدي حياه جديده للصغار هذم. يعني اليوم الامل موجود. حاجه اخرى نحب نقولها، راهو الاكستنسيون بدينا فيها معناتها، لكن لازمنا احنا دفعه معنويه قبل المساعدات وقبل اي تبرع وقبل اي حاجه، دفعه معنويه انه الناس تكون معناتها سنسيبل لحكايه الكونسير نتاع الصغار. لازمنا نبدلوا العقليه، يزيدنا من اللي ما يتسماش تجبدوا على الموضوع، ماذا بيه ما يسمعكش كلش عليك انت باش تفيل عليه، راهو اللي كاتب لك كاتب لك الكونسير ولا غير الكونسير. الاعمار بيد الله في الاخر، معناتها يزينا يزن ربي وصغارنا على العطاء على البذل على انه يمشي يطل على الصغار يزوما في وسط السبيطار. دونك المشروع بدينا فيه، زنا مستحقين برشا فلوس، زنا مستحقين برشا سيرفيس. مرحبا باي انسان يحب يعاون. كتول مون بيس بارتيسيبي باللي ينجم هو يعمل. دونك احنا كي قالنا جعفر اللي هو يحب يرفع التحدي هذا نتاع 7 كيلومتر، انا بايزيتي حتى طرف كيف كيف حبينا نكونوا في الافونتور هذايا، وحضرنا بروجرام وما كانتش الحصص الكل سهله، وفي لومبلا دو تون تاعو هو اللي شارجي وماهوش مستانس بالريتم نتاع لونترينمون في الليل، الى سو سادابتي وكان منضبط على الاخر، وحسينا عنده الموتيفاسيون خاطر الموتيفاسيون والمعنويات هي اهم حاجه. وميم سي في الوسط الى او دي كومبليكاسيون الى ايتي بليسي وتقلق شويه، قعد كوميم فيبر معناتها في لي سيونس دونترينمون، وسيونس ابخي سيونس فما تحسن بالكدا. دونك صافي عندنا توا 3 جمعات من الكاب فيه ومن بدا التحدي هذايا، وتعرفوا الاحداث الاخرانيه اللي تعدى بها جعفر امه ربي يشفيها معناتها تقلقت، والمعنويات مهمه ياسر وقت اللي واحد يبدا عنده اون كومبيتيسيون ولا حاجه. وجعفر كمان الى تنو بون لي ديفي هذايا، وقدوه بقدره ربي باش نعملوهم 7 كيلومتر و 150 وان فا بيسيغيغي وان شاء الله نعاونوا برشا عباد كل واحد باللي نجم. الجريه نتاع السناء اجى باي مليون تجري فهمني ولا مرحبا بك، ولكن العام المقبل ان شاء الله نعملوا كونفونسيون ما بين جمعيه مرام وسبورتاك وكذا فهمني ولا، والمستشارين ان شاء الله باش المليون هذا يولي مليون الناس اللي تجري به الكل فهمني، معناتها يكون سوم ويعطيوه سوم معين نتاع مساعده فهمني ولا، وتكون 20,000 مواطن يجيروا بنفس الزي هذا، توحدوا على لون، على الاقل لون الامل، لون الانسان، لون البشر، لون الخير. لون الربيع التونسي ان شاء الله، الربيع التونسي الحقيقي.